آدم وحواء ربنا خلقهم، أوكي؟ بس أنا حتى لو متحول شكلياً وعلى الهوية، أنا مني متحول لأبعد، يعني أنا مني مش رح روح لأعمل عملية تحول تكون مع حواء. أنا عم بعمل عملية استأصلت أوريدي الثدي، وهلأ بدي استأصل بيت الرحم وبدي أوهبه لحدا ما بيقدر يجيب أولاد، وبعدنا عم نشتغل على الموضوع لأنه علمياً في بتنعمل وما بتنعمل ورايح لورائي. أنا ما بدي يصير عندي سوري على التعبير، بس أنه ما بدي يكون عندي عضو ذكري. أنا مش رايح لهيدا الاتجاه، أنا عم بعملها بالطريقة الصحيحة، مع أنه في كتير عالم تستفز العالم وبتلبس بطريقة بس ما بيروحوا اكستريملي للواقع. يعني أنا ما فيني يكون نايلة وشكل شاب وهويتي نايلة وامشي بين العالم عم كذب على حالي، مش عم كذب عليكم. صوتك تغير كمان من وراء التستو. أنا فتت ستيب باي ستيب، يعني أول ما رحت عند حكيم، وأنا هون بشكر فنانة كريستينا صوايا، نعم عن جد، لأنه هي صديقة كمان بغض النظر إنه أنا مدير أعمالها. كريستينا وباتريك من الأشخاص الكتير قليل اللي شافوا فيي اللي ما حدا قدر يشوفه ووجهوني. يعني كريستينا طبيا وباتريك وجهني لحدا يمكن عنده سيميلر كيس. أهلك احتضنوك؟ أمي إيه. أمك احتضنك؟ أنا وحيد، أنا أمي وبي تجوزوا 40 يوم وتوفى الوالد، والوالدة كان صراع كتير كبير إنه كل حياتها تاخذ نايلة من بسيكولوج لبسيكياتر، شيء إلا سكيزوفرين، شيء إلا شو كانت تعمل نايلة؟ حدث ولا حرج. شو كانت حياتها لنايلة؟ وصف لي حياتها بهيك كلمتين. شيطنة مثلا، ما كانت متصالحة مع أمها، أنا 3 سنين ما بحكي مع أمي. يعني خلص صار عندي رفض، جربت انتحر، رحت للانتحار، رجعت كذا مرة. جربت تنتحر؟ كم مرة؟ 3 مرات. كيف شو اللي كان يرجعك عن فكرة قتل نفسك؟ عندك كنت ربنا إيمان مؤمن؟ أكيد بعدك مؤمن؟ أكيد. هل فكرت بلحظة بإيمانك بهيدا الموضوع؟ لأنه نحن كثير بنرجع للدين للإيمان إنه هيدا الشيء حرام. أنا ما أخذت هيدا القرار إلا ما رحت توجهت لهيدا الموضوع. أنا لابس ثوب مارشال بالأربعين يوم وطالب منه إذا في بس مشكلة صغيرة إنه ما أتحقق أو ما أعمل هيدا ستيب أو ما روح عليها، أنت وقفها. كانت تبكي نايلة كثير؟ إيه. كانت عنيفة؟ إلى أقصى الدرجات. اليوم ندي الرجل أبداً مسالم الى اقصى الدرجات. خلص شو اللي تغير فيك؟ شو اللي تغير فيك؟ لك يا سبحان الله، وقتها انت تكوني مرتاحه مع حالك خلص كله بيتغير. يعني الاتيتيود بتصير ريليتد لانت اللي شو انت من جوا، المايند سيت بفكر بغير طريقه، بشوف الاشياء بغير منظور. يعني مثلا هلا اذا 2 عم يتخانقوا، نايلة كانت تفوت بالمشكل، هلا نادي شو بيعمل؟ هلا ما بفوت يعني عم بيضحك باتريك، يعني بيعرف شو عم بيحكي نادي الاخر اللي ما بيعرف. هلا بين الموجودين يعني علي انصدم صدمه حياته، ما بعرف اذا زينب انصدمت. اول ما يشوفوك بيطلعوا فيك كرجل او في ناس بتغلط؟ يعني بتعرف احنا في بعض الناس بيضيعونا. انا لا ما بعرف، لا ما بيضيع، لا ما بيضيع. خليني اروح لعند علي. بعد ما سمعت قصته لنادي، انت جاي من مجتمع عنوان محافظ، العنوان تاثرت فيه، العنوان تاثرت فيه، ايه المضمون، بس المضمون اكيد لا. ليه؟ لانه في الله، لانه في دين. شو بقول لك؟ في شرع ما بيسمح لهذا الشيء. بس عنده حالة طبية، عنده تستوستيرون، عنده حالة طبية، هذا العنوان. انا حبيبي مين قالك؟ يعني هو بشكل مرض بس هو انا انه لابس دقيز. لا سوري، انا شرعيا انا اخذت راي اثنين. بس عفوا كيف يعني اخذت راي؟ انا اخذت راي خوري، فتت على سكرستية لاعترف، قال لي ظهري يا ابني انت مش عم تعمل خطيه. والشيخ مين؟ رحت عن شيخ مسلم؟ ايه اكيد. شو قال لك؟ قال لي انت مشكلتك طبيه. طبي ما فيني يعني. واجاز لك شرعا انه انت بتقدر تتحول الى رجل؟ هلا مش بالترم اللي هو نعم، مش بهيدا بس انه منك غلط، انت ربنا خلقك هيك. مين نحن لنحكم علي طالما يعني عم بقول لك عندي مشكله طبيه؟ يعني نحن هون ما في اهواء، ميول، مزاج. سلامة قلبه، ما انا ما عم بحكي هذا، انا عم بحكي دينيا. دينيا اجتماعيا هيك تربينا. طب يعني نفسيا انسى الدين، لانه رجال الدين والنص الديني. طب نفسيا هلا رح يتعرض اكثر لا 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 ابدا ابدا ابدا. انا ما بعرف، بدي اقول لك شغله استاذ علي، وقت كنت نايلة كانوا العالم هجوميه علي بشكل مش طبيعي. صح. وقت طلعت لهم بنادي
الكل دون استثناء، دون استثناء. بقدر انا اكد لك اياها، بقدر انا اكد لك شخصيا يا هلا. ايه شو باتريك؟ انا بدائره يعني كنا نروح سوا كاراوكي وانا اصحاب مع كريستينا. انت ونيلا؟ انا ونيلا. انا ما كنت طيقه لنيلا، مسترجله كنت. ليه شو كانت نيلا؟ يعني كنت هيك كنت بحس انه بدي اضربها لنيلا. ليه؟ اول شيء اجريسيف كثير، ثاني شيء امبوزانت كثير، كثير امبوزانت بشكل مستفز ومش طبيعي. ثالث شيء خبرك القصص، يعني انا لما رجعت شفته بعد قد ايه رجعت شفتك؟ اوف منيح وقت شيء 10 سنين؟ 10 سنين دغري حكيته كشاب. عادل سرحان سمعت القصه، انت رجل شرقي. قبل انا هلا مصدوم بعدني تحت الصدمه لانه انا بعرف نيلا. تعرف نيلا؟ يس نعم. من اكثر من 15 سنه وكنا نروح كاريوكي. صح. ما بتعرف انه نيلا صارت نادية؟ هلا عامل لك انا بعدني مصدوم ومبسوط كثير. مبسوط كثير. ليه؟ لانه انا بعرف كاركتر نيلا شو. ولما كانت تفوت وخمسه سته حواليها شو كانت عامله نيلا؟ لا 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 لانه ما كان راضي عن نفسه. لحظه بغيره. ابو علي مو ايه ابو علي. ابو علي ابو علي هو مش مو راضي عن نفسه. عنده شيء ليش نيلا بدها تفوت ابو علي؟ ولما يصير ادي لما يصير شاب هو ارتاح بعينه بحاله. لانه بس هو ارتاح بعينه بحاله. اسمحوا لي اسمع عادل، كانت نيلا ابو علي. اوكي بس حتى افسر لك انه شو الفرق. نعم. يعني هي المشي كانت مشية رجال، يعني مشية شباب هجوم 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 واحد شباب يعني بنت بس بشباب لك. نعم. مسترجلة. انا بدي اقول شو هون، بس بدي احكي من الموقع الانساني. تفضل. هيدا الانسان كثير اثر فيي بمحل معين، انه فكر انه يوهب شيء فظيع. صح. كثير اثر فيي بمحل معين، انه الكيس تبعه طبيه تحول، تصالح مع نفسه، راح من محل لمحل، حب حاله في حب الآخرين. طبعاً. فأنا كتير مبسوط إن رجعت شفته بعد 15 سنة. بدي أقوم بوسك. أنا كمان بدي أقوم بوسك. يلا سبقك. والله أنا كمان بدي بوسك صراحة. مصعوق.